بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخ الأمين العام تفضل. مع الرئيس لا يوجد معتذرون وشكرا. ننتقل إلى التصديق على المضبطة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 31 من قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. الأخ المقرر تفضل. أطلب مجلسكم المعقب تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا. تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون رقم لسنة بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007 ميلادي بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018 ميلادي، إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دورة الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصياتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. مشكور. شكرا. الأخ جميلة علي سلمان تفضلي. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس طبعا وإحنا نناقش هذه المادة أو التعديل الوارد على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لابد من الإشارة بأن مملكة البحرين قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضا الاتفاقية العربية، وهاتان الاتفاقيتان اعتبرتا بأن التغرير بالقصر من أخطر الجرائم اللي ممكن أن تقع على الأشخاص، وحثت الأطراف باتخاذ تدابير وعقوبات رادعة ضد استغلال القصر والتغرير فيهم. السؤال اللي يطرح نفسه، هل القانون البحريني النافذ راعى أو أسبق الحماية للقاصر؟ هل هناك في قصور؟ مع الرئيس أنا أرى بأن القانون هذا القانون الحالي متكامل ولا يوجد فيه أي قصور، والمشرع البحريني حقيقة لم يغفل خطورة هاي الجرائم بكل أفعالها وخصوصا إذا وقعت على قاصر. فإحنا عندما نستقري المواد نشوف بأن هناك عقوبات جدا مشددة تصل إلى الإعدام، وأيضا بالنسبة للغرامة أن ما تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 50000 دينار كما في البند 3 الفقرة باء من المادة 30، وكذلك المادة 33 والمادة 31، كل هذه المواد أسبقت الحماية على القاصر. لو أتينا للمادة 31 اللي هي محل التعديل البند 3 الفقرة باء، أنا أرى بأن اللجنة معالي الرئيس قد وفقت في توصيتها واتفق مع ما جاء بمذكرة الحكومة وأيضا هيئة الإفتاء والتشريع القانوني مبررات ولن أكرر. وأضيف إحنا لو قرأنا المادة 3 محل التعديل بند الفقرة باء البند 3 من الفقرة باء نشوف هي المادة نصت على تقديم تقديم مادة
أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي من تلك المشار إليها في الباقرة ألف من هذه المادة، أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعها إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل. معالي الرئيس، من استقراء هذه المادة أرى بأن أفعال المجرمة في هذه المادة هي تقديم، التسليم، البيع والدفع أو دفعها، بينما تكملة المادة تتكلم عن الوسائل والعبارة، تتكلم عن الوسائل، وسائل التغرير، يعني قصدي الوسائل اللي تدفع القاصر إلى ارتكاب هذه الجريمة. والعبارات المضافة في التعديل ما هي إلا وسائل، يعني مثلا الاستدراج والاستمالة هذه وسائل وليس أفعال، فبالتالي حتى التعديل أنا أرى بأنه خاطئ وليس في موقعه، وأنا أتفق مع توصية اللجنة. شكرا معالي الرئيس. دكتور منصور سرحان، تفضل. شكرا سيد الرئيس. أنا بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة على إصرارهم على موقفهم على توصيتهم السابقة. في الواقع أنا لدي ملاحظة على التقرير، وقد تكون هذه الملاحظة تنطبق على حتى على بعض التقارير التي تقدم إلى المجلس الموقر. أنا قرأت التقرير من أوله إلى آخره، قرأت الملاحق، كنت أتمنى القانون النافذ صدر سنة 2007، يعني مر عليها الحين 12 سنة، كنت أتمنى لو أنها ذكر في التقرير إحصائية، يعني مرور عقد من الزمان 10 سنوات، كم عدد مثلا التي تم استدراجهم، المشاكل إلى غير ذلك، وتعطينا خط بياني هل أن الاستدراج في ارتفاع مستمر أم في نزول أم غير ذلك. هذه طبعا لأن أنت لا تستطيع أن تعدل مادة أو تلغي مادة ما لم تعتمد على معطيات ومؤشرات رسمية صادرة، يعني إحصاءات صادرة من جهات رسمية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الملاحظ حتى في كثير من التقارير التي تقدم إلينا أنا أشوفها خالية من الإحصائيات، والإحصائيات هذه جدا مهمة لأنها هي الداعمة لاتخاذ القرار. في الواقع أنا أود أن أشكر الأستاذ أحمد الحداد لأنه في كثير من المواقف يقف هنا ويتحدث عن إحصائيات مختلفة تماما أكثر مما تقدمه اللجان، وأنا أعتقد أنه فرد اللجنة تستطيع أن تقدم أكثر. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. وطبعا بداية كانت مداخلتي كان فيها شقين، شق قانوني، ولن أزيد أبدا عن ما تفضلت به الأستاذتين، أستاذة جميلة وأستاذة دلال، أتفق معهم أكيد. الشق الآخر الشق اللغوي، التعديل أو الفقرة مكان التعديل تتحدث عن أو تجيب على سؤال ما هي الوسائل التي يعني ندفع بها القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. في الإجابة على هذا السؤال تأتي الفقرة باء من المادة 31 والتي يطلب فيها أو تعدل فيها أو تضاف فيها كلمتين، كلمة الاستدراج والاستمالة. قبل ذلك الكلمات الواردة هي الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل. الإكراه طبعا سواء كان ملجأ أو غير ملجأ هو الضغط، إن كان هذا الضغط باستخدام القوة الجسدية أو العقلية. الغش هي تزيين الشيء على غير واقعه. الترغيب هي حمل الشخص على القيام بشيء بخلاف الواقع من طوعا. الإغراء هي إثارة رغبة الشخص في تحقيق أمر ما. والتسهيل هي تيسير الأمر لكي لحصوله. سنجد بأن الكلمتين المرادتين أو المراد منهما الإضافة في هذا التعديل هي الاستدراج والاستمالة، وأعتقد بأن الترغيب والإغراء تشمل هاتين الكلمتين، وأعتقد بأنه هذا هو السبب أعتقد المباشر لعدم يعني إدخال هاتين الكلمتين. هذا أمر أول. الأمر الآخر التطبيق العملي، أعتقد بأن قاضي الموضوع عندما ينظر في هذا التعديل بفرض بأن هذا التعديل قد مرر وتم تعديل القانون، أي قاضي سيقرأ هذه المادة سيجد بأن الكلمتين مكررتين لا يأتون بأي معنى جديد، وأنا بالتالي أكيد مع رأي اللجنة. وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ عبد الرحمن جمشير، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، يعني إحنا نعطي استقرار القوانين في المجتمع أهمية قصوى، ولا ننظر إلى أي تعديل مجرد يعني كتعديل إذا كان لا يؤدي إلى الغرض الذي قدم من أجله. بعض التعديلات قد تؤدي إلى خلل في القوانين وإلى خلل حتى في الحكم الذي سوف يصدره القاضي،
لذلك استقرار القوانين يعني يجب أن نعطيها أهمية قصوى، ولا نرفض أي تعديل مجرد الرفض، وإنما بعد أن يكون هناك قياس ومناقشة مع القوانين مع المسؤولين في الوزارات المختلفة، في نفس الوقت نقيس هذا التعديل مع القوانين النافذة، هل هناك ما يكفي من نصوص تمنع الجريمة أو لا. يعني أنا أشكر الأخت جميلة والأخت دلال أنه ذكروا أن هناك ما يكفي من المواد القانونية التي تؤدي إلى نفس الغرض، ولا يعني نرفض القانون أو التعديل لمجرد الرفض فقط، وإنما بعد تأكد أن ما هو موجود يكفي ويزيد. الإحصائيات قد هي ضرورة طبعا ويجب أن نقيس عليها، ولكن المجتمع قاعد يتطور، عدد السكان يزيد، فقد يكون هناك ازدياد في التعاطي او في الجريمه، ولكن ليس لان القوانين غير كافيه، وانما المجتمع تطور والاساليب اختلفت، فيجب ان يكون هناك يعني توازن بين هذا الشيء وفي نفس الوقت القوانين الجاريه. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتوره ابتسام الدلال تفضلي. شكرا سيدي الرئيس، وأشكر أيضا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التقرير المعد. مداخلتي تطرح ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هيئة تنظيم المهن الصحية على تنسيق مباشر مع وزارة الداخلية من أجل مراقبة جميع العيادات وجميع المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين، وأشعر أنا بالإطمئنان الحقيقة لهذا الموضوع، لأنه يعني كذا مرة صار موضوع التنسيق هذا بشكل جيد جدا وتم التحقيق فيه في حالة أي مخالفة. النقطة الثانية هي موضوع مرضى السكلر، ومعروف أن مرضى السكلر يشكلون في البحرين نسبة لا بأس بها، ومرضى السكلر عادة يعالجون، صلحني دكتور أحمد، بمادة المورفين. فمنع مادة المورفين في العيادات الخاصة بالنسبة إلى مرضى السكلر سوف يؤثر تأثير سلبي عليهم جدا، ولكن لابد من وجود المراقبة كما أشرت من هيئة تنظيم المهن بالنسبة إلى هذا الموضوع. الشيء الثالث بالنسبة إلى الإحصائيات، أنا طبعا أقف يعني أؤيد الدكتور منصور سرحان بأن المفروض أنه جميع القرارات التي نطرحها في المجلس يجب أن تكون مسنودة على تستند على إحصائيات. وشكرا سيد الرئيس. الأخ جواد عبد الله حسين تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أخواني وأخواتي، أصحاب السعادة، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. سيد الرئيس، مشكلة إدمان المؤثرات العقلية ليست مشكلة أمنية فحسب، وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية ودينية وتربوية وثقافية. لذلك أنا أعتقد بأن تقرير المشروع، أنا أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير، ولكن غاية الأمر ينبغي أن يكون هناك التقرير شامل ومتكامل من حيث تقديم الإحصاءات الرسمية، أنواع المؤثرات العقلية. لا يمنع، صحيح أن إحنا نعالج تعديل معين في المشروع، لكن هل يمنع من إضافة مرئيات إلى بعض الجهات ذات العلاقة؟ نشكر وزارة التربية على جهودها والبرامج اللي تقدمها في جميع مدارس مملكة البحرين، ونشكر أيضا وزارة الداخلية على البرامج والوسائل الوعي اللي تقدمها بمختلف الطرق والوسائل التثقيفية، ولكن أين مرئيات وزارة الصحة؟
مرئيات وزارة الصحة أنا أعتقد أيضا مهمة في هذا الجانب. هنا سيد الرئيس يوجد مرئيات إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية، لكن لا توجد مرئيات وزارة الصحة أو بعض المؤسسات ذات العلاقة. فإحنا نريد يعني يكون إيضاحات عن النسب والإحصائيات الرسمية. طبعا تكون هذه الإحصائيات أو النسب مأخوذة من قبل الجهات الرسمية للدقة. شكرا سيد الرئيس. إذا أعتقد أن الأمور واضحة بالنسبة لنا. فالآن أبو أحمد إذا تقرأ التوصية مرة ثانية حتى نصوت عليها. شكرا معالي الرئيس. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني السالفة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم لسنة بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدمة لمجلس النواب. شكرا معالي. شكرا. الموافقون على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب. الأخ المقرر تفضل. صباحكم الله بالخير جميعا. معالي الرئيس، أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018 بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ورأت اللجنة أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون تكفلها أحكام القانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 131 لسنة 2015 بما لا حاجة معه لإجراء التعديل التشريعي بمشروع القانون الماثل، وبيان ذلك أن القانون رقم 18 لسنة 2014 سالف الذكر قد تضمن في فصوله من الثالث وحتى الخامس المشتملة على المواد من 23 إلى 46 بما يكفل تعليم النزلاء وتدريبهم وممارسة الشعائر الدينية ورعايتهم صحيا واجتماعيا وحقهم في الزيارات والاتصال الخارجي هي ذات الأهداف التي تبنتها اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نصت المادة 25 من القانون على أن على إدارة المركز تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام ومصادر التعلم المختلفة ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. شكرا معالي الرئيس. الدكتور منصور سرحان. شكرا سيد الرئيس. أنا بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية على الجهود التي تبذلها لتسهيل دخول الكتب إلى النزلاء، وكذلك إلى وزارة التربية والتعليم، حيث أن بعض الذين يدرسون تقدم لهم الكتب الدراسية ثم يقدمون امتحاناتهم. هنا أود أن أبين أن مملكة البحرين في الواقع هي رائدة في إدخال الكتاب إلى النزلاء، ليس من الوقت الحالي، وإنما هذا يرجع إلى فترة الثمانينيات، وأنا شاهد على ذلك. في عام 1981 كنت أنا في زيارة إلى الدنمارك، واطلعت على الخدمات التي تقدمها المكتبات هناك، منها مثلا خدمة المسنين، خدمة العجزة، خدمة الفلاحين، وخدمة الموجودين في السجون، النزلاء السجون. في هذه الخدمة راعت انتباهي تماما. سألت أنا المجموعة كبيرة جدا منهم، دخلت يعني السجن وسألت هل استفدتم من وجود الكتب بينكم؟ فقالوا طبعا يعني كنا لا نقرأ، الآن بدأنا نقرأ. ووجدت واحد منهمك وقاعد يكتب، فسألته فقال لا أنا قد أعد يعني ألف كتاب. عندما رجعت أنا من هذه الرحلة في سنة 1981 اتصلت بوزارة الداخلية وقلت أن هناك خدمة كذا، إن إحنا مشيناها للنزلاء فبنكون أول دولة في الوطن العربي تدخل هذه الخدمة. فقالوا لي أعطنا يوم واحد. يوم ثاني تم الاتصال بي من خلال العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وأبلغت بموافقة الوزير السابق الشيخ محمد بن خليفة، وطلب أيضا قال بلغوا يعني مدير رئيس المكتبات العامة كنت حينها، بلغوا بأنه هو الذي يختار الكتب المفيدة للسجناء. شكرا جزيلا. الدكتورة فاطمة الكوهجي. تفضلي. شكرا معالي الرئيس. أنا بصراحة وايد يعني العنوان الإصلاح والتأهيل، هذه يعني من الكلمات التي تبعث الإنسان إلى الإيجابية وإلى العمل. لما أي واحد يكون وراء أو في هذه المؤسسة طبعا يكون الدافع كبير جدا أنه يسعى إلى إصلاح نفسه ومن ثم إلى تأهيل. عرفت من أخوان في الداخلية إن هم مو بس المساعدة تجيهم على أساس إن إحنا بس نقرأ كتب ولا هذه، بالعكس هم يعملون على تشجيعهم لنيل الشهادات على أساس لما يطلع من هالمؤسسة يكون هو مستعد للعمل والانخراط في المجتمع. مثل الفصل السابق تم تخريج 18 خريج في المرحلة الثانوية. يشكر طبعا وزارة التربية والتعليم، نشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذه الفئة في المجتمع. هذه الفئة كان لها يعني حظها سيء ان في النهاية صاروا في هذا المؤسسة، بس البذرة الطيبة موجودة فيهم. فإحنا لما أعطيناهم هذا الفرصة هذه ان اليوم هم يكملون دراساتهم سواء المرحلة الثانوية او ما بعد ذلك، يكون هم مستعدين، بالعكس تطلع البذرة الطيبة فيهم، يكونون هم فعالين في المجتمع. بصراحة اللي حط هالمسمى مؤسسة الإصلاح والتأهيل يشكر جزيل الشكر إن غير مفهوم السجون ولا اللي كانت مستخدمة من قبل، وإحنا اليوم نظر لهم نظرة إيجابية ونقول لهم إحنا مستعدين لكم إنكم تطلعون من مكان اللي هم يأهلونكم يصلحونكم وتيون تنخرطون معانا في المجتمع ويكونون فعالين. شكرا. شكرا جزيلا. الأخت دلال الزاي. تفضلي. طبعا أنا أتفق مع من سبقوني في الكلام حول هذا الموضوع. بعد حبيت أركز على نقطة أن أيضا هذا المشروع رفض من الأخوان مجلس النواب، هو كان اقتراح من قبلهم. ثاني شيء أيضا أنه ورد خطاب من الأخت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأيضا كان رأيها اللي هو
رفض هذا المشروع والاكتفاء بالنص القانون النافذ نظرا لأنه يغطي هذه الأمور. وإحنا نعلم أن في تقارير أيضا ترفع بشأن مستوى السجون ومستوى المعاملة النزلاء والتدابير التي تتخذ، وخاصة أن إحنا يمكن نشير أن قانون الإصلاح والتأهيل كان من القوانين اللي أحلنا فيها للائحة التنفيذية بعض البنود التفصيلية والتي صدرت مباشرة بعد صدور القانون في 2015، وعمدت إلى تفعيل كافة يعني سواء على مستوى السلطة التشريعية كان في هناك ملاحظات وطلب أن هي تضمن اللائحة التنفيذية، وأيضا كانت وزارة الداخلية يعني وزير الداخلية كان حريص أن يكون كل الأمور الواجب مراعاتها على المستوى الوطني والخليجي في ظل الاتفاقيات المتفق عليها، وايضا رعي فيها المعامله يعني المعامله الدنيا يعني الاخذ بالمعايير معامله النزلاء بالنسبه ايضا للاتفاقيات الدوليه. انا بعد حبيت يعني اشير لنقطه معينه ان حتى بالنسبه للوعظ الديني والارشاد يمكن في الاقتراح في بقانون كان فقط متعلق في النزلاء والمحبوسين، لكن احنا في النص النافذ انه هو كان ينص انه يكون لكل مركز واعظ ديني او اكثر يتولى تعريف النزلاء والمحبوسين احتياطيا، اي الذين حتى الان لم يفصل في دعاويهم جنائيا بشكل باحكام صادره نهائيه او غيره، ولا زالوا في قيد التحقيق امام النيابه العامه. ولذلك احنا نتفق مع الاخوان في مجلس النواب ما انتهوا اليه وايضا اللجنه في مجلس الشورى على رفض المشروع بقانون. شكرا معالي الاخ احمد الحداد. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول الى اعضاء اللجنه الموقرين على هذا التقرير الجيد. بدايه توجه بالشكر الجزيل الى وزاره الداخليه على جهودها الحثيث والدائم في تأهيل النزلاء والموقوفين في السجون. في الواقع يعني هذا ينطبق هو انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدول الحقوق المدنية والسياسية. مع الرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بين فترة وأخرى لزيارات مفاجئة إلى محل الموقوفين والنزلاء، وفي تقاريرها الدورية التي تصدرها تذكر بكل وضوح بأن هناك احتراما كامل لجميع الأديان وأن حقوق النزلاء مضمونة. فنحن نشكر وزارة الداخلية في هذا الشأن، هنا يقومون مثلا بأداء شعائرهم الدينية خلال مواسم هذه المواسم وغيرها، وهذا طبعا يصب في مصداقية مملكة البحرين فيما يخص حقوق الإنسان. مع الرئيس فقط لدي سؤال، طبعا أخذ الإذن بالنسبة للنزيل لواجب العزاء يتم عادة من خلال المسؤول ثم يرفع إلى معالي وزير الداخلية وتم الموافقة خلال أيام العمل. سؤالي إذا حدث ذلك، حدثت وفاة خلال مثلا عطلة رسمية، كيف يستطيع هذا النزيل بأن يخرج؟ خاصة بعض العطل 5 أيام 6 أيام تستمر إلى فترة طويلة. فإذا ممكن أن الأخوان في وزارة الداخلية يجيبون، بس فقط شكر إلى وزارة التربية والتعليم. في الواقع مع الوزير أسرني كثيرا قبل أسبوع كان هناك في أخبار الخليج صورة للنزلاء والمسجونين يقومون بتقديم الامتحانات، وهذا طبعا يعني نشكر الوزارة على هذا الشيء، وهذا يعني بأن مملكة البحرين تسير بخطة ثابتة نحو تحقيق التنمية وحفظ حقوق الإنسان. شكرا سيد الرئيس. سعادة الوزير تفضل. شكرا معالي الرئيس، وشكرا أيضا لأصحاب السعادة الحضور على الأعضاء الكرام على الملاحظات التي أشاروا إليها. نحن في الحكومة أيضا تم دراسة هذا الموضوع دراسة كاملة، وجدنا أيضا كما أشار الأخوة الزملاء بأن مواد القانون وأيضا اللائحة التنفيذية فيها من الصلاحيات ما يحقق ما قدمه وما اقترح إدخاله. فبالتالي نطمن الأخوة الذين سعوا لإضافة مواد أنها في الواقع موجودة، أما في القانون أما في اللائحة الداخلية.
واما ايضا ما يقدم اشكر الاخوه الزملاء عندما اشاروا فيما يتعلق بالخدمات التعليميه التي تقدم الى النزلاء. فعلا هناك اكثر من خدمه تعليميه سواء على صعيد الكتب او الكتب الدراسيه، واضافه الى ذلك تهيئه حتى في بعض المعلمين لبعض المواد يتوفرون ويتم التنسيق مع وزاره الداخليه بخصوصهم حتى يقدمون للنزلاء الخدمه التعليميه المطلوبه، واضافه الى ما تفضل فيه سعاده العضو المحترم الاخ احمد عندما اشار الى الامتحانات. نعم الامتحانات السنويه تقدم في اعداد كبيره تقدم ولله الحمد نتائجها جيده. اما ما تم التطرق اليه بالنسبه لموضوع اذا كان احد النزلاء وصادف هناك عطله رسميه، فحسب التاكد من وزاره الداخليه اكدوا لي ان هذا لا يمنع من تطبيق القانون واللائحة الداخلية، فتتوفر هذه الخدمة وتطبق وبالتالي لا ليس له علاقة بموضوع الإجازة. تم التطرق إلى الجانب النفسي وأيضا تأكدت من الأخوة من إخوان في وزارة الداخلية وأشاروا لي كما بينوا أن هناك طبيب نفساني ومرشد أيضا مشرف اجتماعي يتولى هذا الشق من الخدمة المطلوبة للسجناء وقت الحاجة. شكرا معالي الرئيس. الأخت منى المؤيد. شكرا معالي الرئيس. انا يعني من الاشخاص اللي اهتم بهذا الموضوع، موضوع السجناء، واتصور ان كل سجين يعني اثروا عليه ناس غيره وهو يمكن في سن صغير فدفعوه الى ان يرتكب اشياء يمكن هو ما كانت قصده. فيعني سعيد اليوم اني اشوف انه في مملكة البحرين هذا النوع من التطور، أن يوجد للسجناء كل هذه الصلاحيات، وهي كلها أشياء أنا ما كنت أعرف عنها، يمكن لأن يعني ما كنت مهتمة فيها بس ما عرفت عنها. فبس أتمنى لو أن يعني مثل الدول الأوروبية يصير نوع من العمل التطوعي للسجناء. أنا لا أعرف، يمكن يوجد بس أنا ما أعرف عنه، لأن السجناء أتصور بمجرد ما يشتركون لعمل تطوعي في السجن هاي بيدفع لهم هذه الروح الجيدة اللي بتنمي عندهم حب المجتمع. ففي أوروبا مثلا السجناء يقومون بتنظيف الشوارع، يعني يعملون كل الأشياء اللي يعني الناس مو مستعدين يعملوها، فهذه يعني تضيف لهم نوع من حب المجتمع. هاي اقتراح بس. شكرا جزيلا. على كل إن بعد النقاش الطويل أرجو قراءة توصية اللجنة للتصويت عليه. شكرا معالي الرئيس. توصية اللجنة في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. شكرا معالي الرئيس. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. مشكور. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية والتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. معالي الرئيس، أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018.
بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العالي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وبعد دراسة الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً، إن نص المادة 3 من القانون النافذ والذي ينص على أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى. هو نص كاف وواف ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ولافتات بلغة برايل متى ما توافرت لديها الإمكانات المالية والإدارية اللازمة. ثانياً، إن ما تضمنه مشروع القانون من إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد لا يكون كبيراً أو معدوماً بحيث يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أياً كان نوع الإعاقة. ثالثاً، إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. شكرا. مشكور. الأخت سبيكة الفضالة، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بداية أشكر اللجنة على ما قدموه في تقريرهم وما أعدوه. بالنسبة عن ذوي الإعاقة، هم جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، ومعروف بأننا في البحرين معروفين ذوي الإعاقة بأسرارهم وعزمهم في تحقيق الإنجازات للبحرين، من ناحية الإنجازات الرياضية، الإنجازات التعليمية، في كافة المجالات ذوي الإعاقة ثبتوا نفسهم. وعندنا أيضا وصول ذوي الإعاقة لمراكز في الحكومة أيضا، مراكز وظيفية. فأنا أشوف في المادة 3 من القانون 74 من ناحية طلب الإخوان اللي هو يكون عندنا سامح يكون عندنا مكتب لذوي الإعاقة، ويكون عندنا منصة إلكترونية في الوزارات والمؤسسات المعنية، هذه شيء لابد من توفيره، وكيعني أبسط رد الجميل لإخواننا ذوي الإعاقة من ناحية المكفوفين، الصم والبكم، ذوي الإعاقة الجسدية. هذه أبسط شيء أن إحنا نحطه ونوفره لهم. فأنا شفت أن اللجنة ردت من خلال اللجنة رفضت المشروع بقانون من خلال ثلاث نقاط.
اللي هو الجف الأول أن القانون النافذ حاليا كافي ووافي. لو رأينا القانون المادة 3 راح نشوف أن المادة بشكل عام تتكلم بشكل عام عن دور المؤسسات والوزارات بتوفيرها للأخوان ذوي الإعاقة. فأنا ما أشوف أي مانع أو أي مضرة لو إحنا تعمقنا أكثر وخصصنا أكثر الأمور المطلوب توفيرها لهم. فما في أي شيء، ما في أي مانع أن إحنا نقوم بهالشيء. النقطة الثانية في اللجنة الإخوان أن لو راح يأثر على الميزانية العامة للدولة، أن لو وفرنا المكاتب راح تأثر على ميزانية الدولة. إحنا عندنا الله يسلمك قسم العلاقات العامة معالي الرئيس في جميع الوزارات. ليش أنا أحط العوائق من الحين؟ أنا عندي موظفين في العلاقات العامة بإمكاني أني أطور مهارات الموظفين نفسهم من خلال الاستعانة بمركز التربية الخاصة في وزارة التربية، المعهد السعودي البحريني للمكفوفين. هناك عدة جهات بإمكانها أن تساعدنا لإعداد هؤلاء الموظفين، فلا مانع من وجود مكاتب ومنصات إلكترونية لهم. الأخ عبد الله الدوسري تفضل. شكر موصول أيضا إلى أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على النظر في هذا الموضوع، وكم كنت أتمنى عليهم أنهم وافقوا على هذا الموضوع. وأشكر الأخت سبيجة على ما تفضلت به، حقيقة كفتني عن قول الكثير مما كنت أود قوله في هذا الموضوع. في الواقع أن موضوع ذوي الهمم، وأنا أؤكد على ذوي الهمم، هذا الموضوع كنت أوليه اهتمام خاص منذ عام 2002 أيام ما كنت نائب، واقترحت الكثير في هذا الموضوع. في الواقع هذه الفئة تحتاج إلى إيجاد كل ما يساعدهم ويعينهم، والبحث في كل التشريعات التي تقدم لهم المزيد من الخدمات. أرى بأن اللجنة قد ذهبت في تقريرها إلى ثالثاً أن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم. معالي الرئيس لو كان يتم الاهتمام بهم أو تفضيلهم لما قدم من قدم في هذا المقترح في هذا الموضوع. أنا حقيقة لاحظت في كثير من الجهات إن كانت حكومية أو خاصة هناك من ذوي الإعاقة يعني لا تقدم لهم الخدمة المطلوبة، وإنما هم يمسكون طابور حالهم حال أي مراجع عادي يأتي إلى الوزارة أو إلى المؤسسة. ثانيا، ذهبت اللجنة إلى أن العدد قد لا يكون كبيرا أو معدوما، وقد لا يكون كلمة تحتها أكثر من خط. هذا يدل على عدم التأكد، وكنا نتحدث في اقتراح سابق عن يعني ضرورة توفير الإحصائيات حتى يمكننا من خلال التشريع أن نسن تشريع صحيح يكون متوافقا مع المنطق. أتمنى من اللجنة ومن رئيسة اللجنة يعني حقيقة ضرورة إعادة هذا التقرير للجنة مرة أخرى ودراسته دراسة مستوفية حتى ننصف هذه الفئة في هذا المجتمع. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ خميس الرميحي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول للإخوان في لجنة الخدمات. الحقيقة لجنة الخدمات عودتنا دائما أنها تتفاعل كثيرا مع ما يطرحها مجلسكم الموقر في اتجاه كثير من القوانين. أنا أيضا أميل إلى ما تفضل فيه أيضا زملائي الذين سبقوني في الحديث عن هذا الموضوع. كما تعلمون معاليكم بأن كل الديانات السماوية تكفل وتحرص على مبدأ التكافل الاجتماعي بصفة عامة، وأيضا واتجاه المرضى والمعاقين وذوي الهمم يجب أن يكون
من صميم القانون وليس أن يحسب تفضلاً عليهم. وتجد أيضاً يعني أنا أعتقد بأن في القطاع الخاص يمكن وكلكم تعلمون في البنوك المحلية تخصص قد تكون كاونتر ومنضدة لرجال الأعمال وللفي اي بي او فئة الفي اي بي للتخليص. فأنا أعتقد بأن ذوي الهمم وذوي الإعاقة هم أولى بهذه الخدمة في الوزارات الحكومية، وخصوصا كما ذكرت اللجنة الموقرة بأن العدد غير كبير، وبالتالي فأنا أعتقد بعد أيضا بأنه لن يكون عائق أمام الموازنة في رصد موازنة كافية. لذلك طالما أن العدد هو بسيط فأعتقد أيضا بأن التكلفة المالية سوف تكون بسيطة، وخصوصا ما ذكرت الأخت سبيكة بأن أيضا هناك في كل وزارة هناك مكتب للعلاقات العامة أو إدارة للعلاقات العامة، فهي تكون تتكفل بإجراء هذه الخدمات. أنا كل أمل من الأخوة في لجنة الخدمات وعلى رأسهم رئيسة اللجنة الزميلة الموقرة أن تعيد النظر في هذا المشروع. شكرا معي الأخ الرئيس. الأخت جهاد الفاضل تفضلي. اللجنة مثل ما يعني عهدتوها أو يعني اعتدتوا عليها، هي دائما تهتم كثيرا بهذه الفئة، وبس حبيت أوضح ليش اللجنة ما وافقت على هذا التعديل، لأن طبعا احنا ارتئينا ان هذا النص او يعني لا يخدم هذه الفئة بشكل عملي. وجود هذه المنصات في اماكن قليلة، اماكن معينة، لن تخدم هذه الفئة. الفئة تحتاج إلى أمور أخرى، مو مجالها هذا التعديل، عشان كذي إحنا رفضناه، وليس رفضناه يعني إن إحنا ما نبي نسهل عليهم حياتهم. معالي الرئيس، سألت أختي سبيكة بخصوص يعني هل إحنا على دراية بالمشاكل اللي تواجهها هذه الفئة؟ أقول لها إحنا ما رجعنا للإحصائيات، إحنا أنا شخصياً أدري بالمشاكل اللي تواجهها هذه الفئة، لأن أنا عندي أخ وأخت، فأنا عايشة هذه المشاكل وأنا أدرى بالمشاكل اللي تواجهها هذه الفئة. هذه الفئة ما تحتاج منصة أو مكتب أن تسهل عليهم أمورهم. هذه الفئة تحتاج، وعجبني المقترح اللي تفضلوه بالأخوة في وزارة العمل، يحتاجون أشخاص يتم تدريبهم على لغة الإشارة. لغة الإشارة ليست باللغة الصعبة، لغة الإشارة سهلة لمن يريد أن يتعلمها. كلنا نستطيع أن نتعلم لغة الإشارة، فهذه اللغة بهالطريقة نقدر أن نحن نسهل عليهم يعني طريقة التعامل، وبالتالي نصل إلى أكبر عدد منهم. أما وجود هذه المنصات صدقوني لن تخدمهم ولن تسهل عليهم أمورهم. كم ولما أقول أخوي عبد الله وأخوي خميس، لما نقول العدد قد لا يكون كبيرا، لا لم نقصد أعدادهم، أعداد فئة الصم، لا قصدنا أن عدد المراجعين لما مثلا للمركز أو للجهة المعينة، كم واحد بيروح في هذا المكان، فيما مكان ثاني قد يحتاجون مساعدة ولن يلاقوا مثلا منصة أو مكتب يعني ممكن أن يعني يحصلون على المساعدة فيه. هذا القصد، فهذا القصد بالعدد، فإحنا رفضنا ليس مثلا من باب أن إحنا ما نبي نساعدهم، لا إحنا رفضنا لأن لم نجد فيه ما يساعدهم. فممكن أن إحنا نقترح مثلا أو نقدم اقتراح بقانون آخر يساعد هذه الفئة وليس هذا التعديل. هذا التعديل
لن يخدمهم، صدقوني لن يخدمهم، وانا ادرى، انا ادرى باللي يعني من تجربه شخصيه هذه ما راح يساعدهم. والامر لمجلسكم الموقر اذا ارتئيتوا ان احنا نرده احنا حاضرين، ولكن للامانه ما راح يساعدهم. وشكرا. الكلام الان للشيخه عائشه بنت علي ال خليفه الوكيل المساعد لشؤون الرعايه والتاهيل الاجتماعي بوزاره العمل، تفضل يا شيخه. اشكركم على اتاحه الفرصه لي للتفسير. انا طبعا لو كنت واحد من النواب بقول نفس الكلام ان اعيدوه بصياغه ثانيه، لان احنا الاختلاف طبعا كلنا يعني هذه الفئه تهمنا، اخواننا وابنائنا واحنا موجودين لخدمتهم، ولكن طريقه الصياغه هي اللي كانت يعني عندنا يعني اعتراضات عليها. اولا المكاتب موجوده، فاحنا كاقتراح بالذات من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، وذكرت الدكتوره جهاد الفاضل ان احنا قلنا الموجودين في على المكاتب احنا مستعدين في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ان ندربهم على لغه الاشاره، احنا عندنا مدربين كفايه ان يدربون في كل الوزارات الخدماتيه اللي عندها مكاتب وممكن ندرب الموجود، بدل ما النص يعني يلزم ب يعني توظيف مترجم خاص للغه الاشاره، هاي كان الاعتراض انه ما نحط واحد خاص للغه الاشاره، ولكن الموجود يتدرب على لغه الاشاره. مشكوره شيخه، يعني انا اللي فهمته والاتفاق انه يتم توفير ما هدف للمشروع بدون تكلفه اضافيه على الجهات الرسميه المختلفة، وممكن توفيرها من خلال الإمكانيات المتاحة لديهم. وأنا أعتقد أيضا أن الأخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممكن يقوموا أيضا بمساعدة اللجنة أيضا في الصيغة المقبولة والتي تحقق الغرض. مشكورة على كل على هذه المداخلة. تفضل تفضل المقرر. شكرا معالي الرئيس، انا بس حبيت اوضح نقطه اللي هي الجماعه ركزوا على الاعباء الماليه اللي ذكرناها احنا في اللجنه، الاعباء الماليه اللي ذكرناها اذا راح نلزم الوزارات جميعها بان يوفرون مكاتب ومنصات ممكن في بعضها ما لها حاجه، مثل ما ذكرنا يعني في وزارات بالفعل موجوده هاي المنصات في المكاتب المخصصه لهم، مثل ما ذكرت الاخت سعاده الاخت سبيكة الفضاله، معالي وزير الماليه استجاب لفكره احد المواطنين قدمها ثاني يوم، يعني معناته ان المسؤولين في الدوله حريصين على تقديم اي خدمه اي ملاحظه تفيد المعاقين. لذلك احنا قلنا على اساس ان في حاله ان لزمنا جميع الوزارات بانها توفر هذه الخدمه اكيد بتكون في هناك اعباء ماليه لا داعي لها، انما اذا في كان هناك هنا خدمه ممكن ان توفيرها بتوفر في ثاني يوم، ما بيكون في هناك تاجيل او تاخير. الاخ دلال زايد. نقترح ان يتم تعديل الماده وفق الاتي، انه هو وتلتزم تلك الجهات بتقديم وتوفير الخدمات طبعا المنصوص عليها بالفقره اللي تسبقها لذوي الاعاقه بالتنسيق مع الوزاره، حيث ان الوزاره معرفه في القانون الاصلي. عاد هي بتدرب لغه الاشاره، بتضع لافتات، بتضع منصات الكترونيه، كل وزاره وحسب قابليتها وميزانيتها المخصصه، لان في وزارات معنيه بشكل كبير للتعامل مع هذه الفئه. بالتالي هي مخصصة ميزانية لديها وراح تتوسع في التنفيذ، في وزارات قليل المراجعات مش أنا تتصرف. هذا النص راح يعطيها أول شيء أن إحنا نلزم أن لابد من اتخاذ آليات لتنفيذ تلك الخدمات، وثاني شيء أن كله راح يتم عبر الوزارة المعنية. إحنا قدمنا لك المقترح معالي الرئيس، وإحنا نتمنى فعلاً أن يحظى على موافقة المجلس الموقر. شكرا معالي الرئيس. على كل، بعد هذا النقاش هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله عندكم الآن اقتراح مقدم إن شاء الله يحظى بموافقة اللجنة، أو أي اقتراح أيضا آخر يقدم من قبل السادة الأعضاء أو من قبل الوزارة الموقرة. إذن راح نصوت على إعادة مشروع القانون
إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على أن يوافقونا بتقريرهم التكميلي خلال أسبوعين من الآن. الموافقون؟ أغلبية موافقة. اليوم لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي اليوم صباحا وافتني بالتقرير، وأنا الحقيقة يعني وجهت إلى توزيعه على أعضاء هيئة المكتب، فنرجو من أعضاء هيئة المكتب أن يطلعوا على التقرير وأن يوافونا بأي ملاحظات عليه إلى يوم الثلاثاء القادم، يعني عندكم 3 أيام اليوم وبكرة وبعد بكرة حتى يتسنى لنا الانتهاء من صياغة التقرير بشكل نهائي وعرضه على جلسة مجلسكم القادمة. إذا بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة.